خدمني هواي خدمني. احنا كانت منطقه زراعيه وكنا نعاني من هواي شغلات بالنسبه للمجاري للمويه للمجاري للطيق الوضع كان كلش تعبان. بالنسبه لهسه جماعه الحشيد الله يحفظهم من اجوا حيوا المنطقه بهذا التبليغ، واحنا نشكر جماعه الحشيد، نشكر الهيئات اللي شاركت ويا الحشد، جهد الخدمي رئاسة الوزراء، نشكر الأمانة، نشكر البلدية، الحشد بالذات ناسه وكوادره وهات سويته بالحر هذا يعانون ما يعانون. الوزراء على المبادرة الجيدة والحج الشعبي على التبليغ والمنطقة الترابية كانت والعالم قبضي بها حالها والحمد لله والشكر خلصونا من هالتراب هاي بعد نمشي براحتنا بالمطر هذا.